يقوم بحصتنا من سحر وترويج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد. شكرا 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 احبائي. اذا عمو يزيد جد وسعيد باستقبالكم هنا في هذه الحصه اللي تحبوها بزاف، وانتم كذلك يا احبائي لكم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا مع عمو يزيد كما هاد الاطفال اللي راهم هنا ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com ولا للتطبيق عمو يزيد على البلاي ستور بهذه الطريقه. اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن أحبائي لما تشاركوا للحضور شوية على الصبر لأن التسجيلات كثيرة وعمو يزيد حب يستقبلكم كامل وسوف يرن الهاتف. إذن أحبائي في هذه الفترة هذه يوم 5 أكتوبر هو اليوم العالمي للمعلمين والمعلمات، قم للمعلم وفيه تبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولة. إذن أحبائي يوم 5 أكتوبر هو اليوم العالمي للمعلمين والمعلمات، كذلك يوم 8 أكتوبر سنة 1962 تاريخ مهم جدا، هو تاريخ انضمام الجزائر لهيئة الأمم المتحدة. إذن الجزائر أصبحت عضو في هيئة الأمم المتحدة في 8 أكتوبر 1962. كذلك يوم 9 أكتوبر يوم عالمي مهم جدا بعد راح نشوفه مع صهيب، هو اليوم العالمي للبريد. أحبائي البريد مهم، طابع البريد، الرسائل يا أخي. أحبائي حبي نتكلم معكم، تعالي بنتي روحي روحي بنتي تعالي تعالي. واسمك بنتي؟ ريتاج. ريتاج وين تسكني ريتاج؟ في باب الزوار. باب الزوار، شحال في عمرك؟ ست سنين. ست سنين، الله يبارك بنتي الله يبارك. تعال وليدي وش عندك في يدك؟ اروح وليدي اروح اروح قول لي. كاميرا. شوف في الكاميرا. واسمك وليدي؟ بن عمر ابراهيم. دور الكاميرا هكذا. ابراهيم بن عمر. الله يبارك. وين تسكن وليدي؟ نسكن في بوزريعه. تسكن في بوزريعه، بصح اصلك مين؟ من القراره. مدينه القراره ولايه غردايه. غردايه الجميله، على بالك بلي عمو يزيد زار مدينه القراره في حفل كبير كان من اروع ما يكون، على بالك؟ نعم. الله يبارك. وجدت انا اروحي خلينا نشوفوا اسمها، اروحي بنتي واسمك؟ شوليل الحليله. الله يبارك، كيف فرحانه لك هنا؟ انا راح في ليكول. تروحي ليكول؟ يدير بيزو عمو يزيد. برافو بنتي، روحي العبي بلي ليكو. برافو 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 برافو. إذا وليدي كي تروح تسلم لي على كاع سكان مدينة بوزريعة وتسلم لي على سكان مدينة القرارة كذلك. واش هاد الهدية هذه لعمو يزيد؟ الله يبارك الله يبارك وليدي، شكرا. عمو يزيد يحب الهدايا. الله يخليك. شكرا. إذا بوبي احتفظنا بالهدية هذه في البيت. شكرا وليدي شكرا شكرا. تفضل تفضل تفضل. الكادو في لانيفرسير برك. برافو. ديرو لي ماما تاع لا برينسيس. ماما دير لك ماما كادو تاع لا برينسيس في لانيفرسير. وي طول فلام ويادي. تعرضي عمو يزيد تاني. وي الله. في هادو كلون. نجيبو لك كلون تاني. وي البارح البارح تاع لا برينسيس بروح جات البلونشا وماما. برافو. ونجيبوا لي كلون كي نجوا لانيفرسير تاعك، بصح انت ديري كادو لعمو يزيد يا اخي. كراميش في الغنيه. اي برافو برافو برافو. وروحي عند تاتا فيفي، روحي روحي قعدي عند تاتا فيفي. هاي لك تاتا فيفي دوك فوالا. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. اذا احبائي روحي بنتي روحي. واش عندك بنتي؟ واسمك بنتي؟ ريتاج. شحال في عمرك ريتاج؟ 3 سنين. شحال؟ 3 سنين. 3 سنين. تحبي عمو يزيد؟
واش جبتي لي بنتي؟ واش هو هذا؟ ورده لي من لافلوغ هذه تاعي انا. او مالا دير لي بيزو، دير لي بيزو. او برافو بنتي، برافو، ميرسي 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 ميرسي. بوبي احتفظنا بهاد لافلوغ في البيت نتاعنا. برافو بنتي، برافو. تحبي تلعبي بلي ليغو؟ هيا روحي فاسي لعبي بلي ليغو. برافو، ميرسي بنتي، ميرسي. احبائي شكرا، شكرا على الوفاء تاعكم، شكرا على الحب تاعكم. عمو يزيد تاني يحبكم كامل كامل كامل. احبائي واش رايكم نستقبلوا بريد، بريد الاطفال اللي بعثوه لنا صهيب. استقبلوا معايا صهيب، ساعي البريد اللي جبنا بريد الاطفال. مرحبا يا اطفال، مرحبا عمو يزيد. مرحبا صهيب، مرحبا. واش من لاباس وليدي؟ لاباس الحمد لله. جبتنا بريد الاطفال؟ نعم. إذا صهيب جبنا بريد الأطفال، أصغر ساعي بريد، حطوه لنا في علبة البريد باش عمو يزيد من بعد راح يقراه لكم. وانتم يا أحبائي إذا حبيتوا عمو يزيد يقرا الرسائل تاعكم في البرنامج، ما عليكم إلا ترسلونا عبر موقع الإنترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار. شكرا شكرا. بالضغط على زرار آراء وملاحظات. شكرا. عندي لكم سؤال، تحبوا الأسئلة؟ نعم. وتحبوا الهدايا ثانية؟ إذن سؤال اليوم يقول: ما هي أقدم مدينة في الجزائر؟ بين مدن الجزائر كامل، ما هي المدينة القديمة كاع، أقدم مدينة؟ معلش فكروا لغاية نهاية الحصة، أنتم وأصدقائنا اللي يشوفوا فينا يقدروا يشاركوا في الجواب عن اللغز عبر موقع الإنترنت عمو يزيد .com بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمو يزيد .com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. برافو. إذن فكروا في الجواب عن اللغز. جاكم صعب شوية؟ شي بزاف صعب شوية؟ معلش فكروا فيه. ودرك احنا نروحوا نكتشفوا شخصية محمد بورنان مع هبة إسلامي. تفضلي بنتي هبة، تفضلي تفضلي. مرحبا أصدقائي. مرحبا. اليوم سوف نتعرف عن شخصية محمد بورنان. ولد الشهيد محمد بورنان بتاريخ 24 ديسمبر 1935 ميلادي في محافظة بالجزائر، وكان أبوه عبد القادر بورنان من الأعيان المحترمين في المنطقة وما حولها. التحق قبل أول نوفمبر 1954 بصفوف المناضلين الجزائريين، وكان محبوباً ومحترماً في الحي السكني الذي كان يزاول نشاطه فيه. ونتيجة للخدمات العديدة التي كان يقدمها للجيران في الحي، فإنه قد اكتسب ثقتهم ومودتهم. صار المجاهد محمد بورنان بعد بطولات كثيرة أحد قيادات الولاية التاريخية الرابعة أثناء الثورة التحريرية الجزائر، وقد ساهم بشراسة في المعركة الجزائر بعد إضراب 8 أيام. اعتقل 25 أكتوبر 1955 ميلادي، وتم اقتياده إلى سجن سركاجي، وحكم من طرف محكمة عسكرية فرنسية قررت تطبيق عقوبة الإعدام عليه. استشهد محمد بورنان قبل الفجر يوم 4/9/1957 ميلادي بالإعدام بسجن سركاجي بالجزائر عن عمر 22 سنة، وتم دفنه في مقبرة القطار في بلدية باب الواد. وهو الشهيد 34 بالمقصلة في سجن سركاجي أثناء الثورة تحرير الجزائر. تم إطلاق تسمية الشهيد محمد بورنان على شارع في بلدية بولوغن عام 1962 ميلادي. برافو 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 برافو. رحم الله الشهيد محمد بورنان ورحم كل شهداء ثورة التحرير، ربي يرحمهم إن شاء الله. أحبائي بما أن في هذه الفترة هذه كاين اليوم العالمي للمعلمين والمعلمات، واش رأيكم عمو يزيد دلكم أغنية معلمي، نقول فيها: معلمي معلمي من كل جهل صنتني إلى المجد قدمتني. تغنوها معايا؟ يلا نغنوا معلمي معلمي، التحقوا بيا يلا. معلمي معلمي
للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني معلمي 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 من كل جهل صنتني إلى المجد صاحبتني معلمي معلمي زودتني علما نورت به دربي زودتني علما نورت به دربي كنت أبا وأما يا نعم المربي كنت أبا وأما يا نعم المربي معلمي معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني معلمي 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 من كل جهل صنتني إلى المجد صاحبتني معلمي تحملت دعابي في القسم ومزاحي تحملت دعابي في القسم ومزاحي وعاقبت ذنبي من أجل صلاحي وعاقبت ذنبي من أجل صلاحي معلمي معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني معلمي 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 من كل جهل صنتني إلى المجد صاحبتني معلمي معلمي وقفت بجنبي إن ضاق بي حالي وقفت بجنبي إن ضاق بي حالي وكنت جوابي دوما في سؤالي وكنت جوابي دوما في سؤالي معلمي معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني معلمي 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 من كل جهل صنتني إلى المجد صاحبتني معلمي معلمي واسمك يدوي إجلالا واحتراما واسمك يدوي إجلالا واحتراما يا صاحب السمو أهديك السلامة يا صاحب السمو أهديك السلامة معلمي معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني معلمي 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 من كل جهل صنتني إلى المجد صاحبتني معلمي معلمي برافو برافو التحقوا بالاماكن تاعكم احبائي التحقوا بالاماكن تاعكم برافو 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 اذا المعلم ثم المعلم احبائي المعلم يحترم المعلم كاد المعلم ان يكون رسولا احبائي يا اخي احترام المعلم مهم جدا 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 اذا تحيه تقدير واجلال لكل المعلمين والمعلمات اهديكم احلى سلام احبائي تحبوا العاب الخفه إذن يلا نروح مع بعض نشوفوا عم مراد في ألعاب الخفة يلا تفضل عم مراد Thank you.
مراد، برافو 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 برافو. إذا أحبائي نحن في الموسم الخامس من حصة مع عمو يزيد، أضفنا في الموسم اللي فات فقرة، هي فقرة هل تعلم؟ تحبوا المعلومات يا أخي؟ إذا راح نكتشفوا فقرة هل تعلم معلومة جديدة مع ميليسا. تفضلي ميليسا، تفضلي بنتي، تفضلي تفضلي ميليسا تفضلي. مرحبا بكم يا أطفال. هل تعلم أن أطول شجرة في ولاية كاليفورنيا ويبلغ طولها 112 مترا؟ برافو 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 ميليسا. إذن أطول شجرة موجودة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة وطولها 112 متر أحبائي. إذن شكرا ميليسا على هذه المعلومة، شكرا بنتي شكرا. تحبوا الحكاية؟ نعم. إذن عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية جميلة، هي حكاية القطة الصغيرة والموز. يلا معايا. إذن أحبائي كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية القطة الصغيرة والموز. واحد النهار كانت واحد القطة الصغيرة، كانت تمشي هذيك القطة تمشي 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 هكذا، شفت واحد القرد هكذا ياكل في الموز البنان. قالت له أعطي لي حبة بنان. قالها أنت يا قطة كيفاش تاكلي القط ما ياكلش البنان؟ قالت له حبيت نجرب أنا ناكل. قالها لا لا، قالها البنان يوجعك، قالها أنت يا المعدة تاعك ماشي مخلوقة باش تاكل البنان. قالت له أنا نحب نجرب أنا ناكل، أعطي لي البنان، أعطي لي أعطي لي أعطي لي أعطي لي البنان. والقرد هذاك حشم منها هكذا، قالها هاك جربي. عطالها حبة تاع البنان كي كلاتها ما جاتهاش مليحة هكذا، بصح هي باش تبين له بلي تقدر تاكلها كلاتها كامل. كي كلاتها كامل بدات كرشها توجع فيها. آي 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 آي، قالها قلت لك قلت لك بلي القطط ما تاكلش الموز. بعد جات يماها هكذا، وش بيك وش بيك يا بنتي، وش بيك كرسك توجع فيك ولا وش بيك؟ انطق القرد. قالها يا القطة، قالها قلت لها ما تاكلش الموز، هي كلات الموز كرشها توجع فيها. من بعد فهمتها يماها، قالت لها يا بنتي احنا القطط ما ناكلوش، ناكلو السمك ناكلو الحليب ناكلو، ولكن ما ناكلوش الموز ما ناكلوش النبات. الزرافة تاكل النبات، كل حاجة ربي داير لها حكمة. على بالكم بلي الإنسان فقط اللي ربي عاطيله القدرة باش ياكل النبات وياكل كذلك ياكل السمك واللحم كامل. على بالكم يا عمو يزيد، عمو يزيد، الحكمة التي نستخلصها من هذه القصة هي أن الله خلقنا جميعا وخلق لكل مخلوق طعام معين، فلا يمكن أكل طعام الآخر غير المناسب له. برافو برافو بوبي، برافو 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 برافو. إذن أحبائي ربي سبحانه عنده حكمة في خلقه، كل حيوان وكل مخلوق يقدر يأكل حاجة وحاجة ما يقدرش يأكلها. يا أخي أحبائي إذن ما يروحش هكذا كما القطة يحب يأكل الموز ولا يأكل حاجة اللي ما هيش مناسبة له. برافو برافو، ارجعوا لأماكنكم أحبائي. إذن أحبائي الإنسان لازم يرد باله واش يأكل، ربي سبحانه دار حكمة في كل خلقه. وصلنا دركا لواحد الركن جميل جدا، شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ نكتة جميلة، تعال تعال وليدي أروح. تعال تعال اقعد، عاود تذكرهم باسمك وليدي، اقعد اقعد. بن عمر إبراهيم. الله يبارك، تسكن في بوزريعة وأصلك من القرارة. إذا تحياتنا لكل سكان ولاية غردايا اللي عمو يزيد يحبهم يحبهم يحبهم. وكان عمو يزيد راح لغردايا ودار جولة كبيرة في 6 مدن من ولاية غردايا، وكانت من أروع ما يكون، والله شرف عظيم عظيم. احكي لنا نكتة تاعك وليدي. واحد عنده صاحبه حابس، قال له عيني حمراء، قال له عيني حمراء كيف نديرها؟ قال له كي تكون خضراء دي ماري. برافو 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 برافو. تعال اروح. واسمك بنتي؟ هاجر. وين تسكني هاجر؟ في الحاميز. الله يبارك، شحال في عمرك هاجر؟ 9. 9 ايام؟ سنين. 9 سنين، الله يبارك. حكينا نكتة تاعك بنتي. كان واحد النهار واحد النملة راحت للحفافة، كانت عندها 3 شعرات. قالت للحفافة ديري لي تفيرة، تنحت لها شعرة. قالت لها ديري لي كيكينات، تنحت لها ديري لي
كيكينات نحات لها شعره، قالت لها ديري لي كوجيفات نحات لها شعره، قالت لها خليها يولي مطلق. برافو. شكون اللي عنده نكته جميله؟ تعال ولدي. واسمك وليدي؟ عبد الرحيم بلازم. وين تسكن عبد الرحيم؟ دار البيضاء. دار البيضاء، شحال في عمرك؟ في عمري 10 سنين. 10 سنين، احكي لنا النكته تاعك. هو واحد الراجل كان مريض من رجليه، راح للطبيب قال له الطبيب امشي 20 يوم على رجليك. بعد راح للطبيب قال له امشي 20 يوم على رجليك، بعد كي فاتت 20 يوم عيط له، قال له راني في حدود المروك نكمل ولا نولي. عبر يمشي بلا ما يعبس. برافو 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 احبائي. إذن الحقنا دركا الركن الرسائل. إذن أحبائي فيفي أعطينا رسائل تاع أصدقائنا الأطفال اللي بعتوهم لنا، وانتم يا أحبائي الأطفال إذا حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم هنا، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. شكرا شكرا فيفي، شكرا شكرا. إذن الرسالة الأولى من عند جبار سلسبيل 12 سنة مدينة المدية، قالت لكم شكرا يا عمو يزيد على مجهوداتك القيمة من أجلنا، أتمنى أن تستمر في عملك وإلى اللقاء. شكرا جبار سلسبيل بنتي من المدية، ربي طول عمرك وربي يخليك، وإن شاء الله نكون دائما عند حسن ظنكم. خلالفة بثينة 5 سنوات مدينة العلمة ولاية سطيف، سطيف العالي. سلام عمو يزيد، أنا أحبك وأحب حصتك كثيرا، وأشكرك ألف شكر على كل الأغاني المهداة لنا، وإني أريد المشاركة معك، وأتمنى أن تأتي لمدينة العلمة عن قريب، وألف سلام مني إليك. شكرا شكرا بنتي، شكرا. خلالفة بثينة مدينة العلمة، إن شاء الله تزورينا وإن شاء الله نزوركم كذلك في مدينة العلمة. مجحود بسمة 11 سنة مدينة الداموس ولاية تيبازا، مرحبا عمو يزيد، أنا من متابعي برنامج عمو يزيد، أريد إعطاء معلومة في علم الجغرافيا. مساحة الأرض هي 500 مليون و10 كيلومتر مربع. وداعا. شكرا مشحود بسمة 11 سنة من داموس ولاية تيبازا، شكرا بنتي شكرا. رسالة موالية، سعيدي يوسف 8 سنوات، مدينة القبة ولاية الجزائر العاصمة، قال لكم جنبوكو عمو يزيد ربي يحفظك. عمو يزيد أوسي تنبوكو سعيدي يوسف أنت موسي، وشكرا على المراسلة وإن شاء الله نستضيفوك معنا هنايا. الرسالة الموالية، بوزيدي ليليا 9 سنوات مدينة بشار، الله يبارك الجنوب، حصة رائعة وممتعة، وأحيي كل الطاقم الذي واقف على إنجاح هذه الحصة، وأحب عمو يزيد وأتمنى أن يأتي إلى ولايتنا بشار يعني. إذن أبو زيدي ليليا 9 سنوات بشار، إن شاء الله نزوركم في أقرب وقت بنتي. إذن عمو يزيد يحتفظ بهذه الرسائل هذو اللي يحبها بزاف بزاف بزاف. ودرك الحقنا للجواب عن اللغز، أقدم ما هي أقدم مدينة في الجزائر؟ تعال تعال وليدي أروح. واسمك وليدي؟ جلازم محمد عبد الرحيم. اسمك طويل، احنا نعيطوا لك محمد ولا عبد الرحيم؟ لقب جلازم، واسمي محمد عبد الرحيم. احنا نعيطوا لك عبد الرحيم ولا محمد؟ عبد الرحيم. عبد الرحيم، الله يبارك عبد الرحيم. شحال في عمرك وليدي؟ في عمري 10 سنوات. 10 سنوات، ما هي أقدم مدينة في الجزائر؟ قسنطينة. برافو. برافو 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 برافو. إذا مدينة قسنطينة هي أقدم مدينة في الجزائر، تعرفوها مدينة قسنطينة؟ مدينة الجسور المعلقة، برافو برافو. تعالي تعالي. واسمك واسمك بنتي؟ ولا ولا. وش كان اسمها بكري؟ سيرتا. سيرتا، برافو 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 برافو. على بالكم أحبائي مدينة قسنطينة أنشئت في سنة 202 قبل الميلاد، يعني عندها أكثر من 2500 عام من الوجود. مدينة قسنطينة هي أقدم مدينة في الجزائر. أعطيه الهدية تاعو، أعطيه الهدية تاعو. إذن وليدي شركة شيبس مهبول وعمو يزيد يعطوك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفد بها. إن شاء الله إن شاء الله وليدي، إن شاء الله إن شاء الله. أحبائي في كل حصة نستضيف طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده معنا هنا،
وباش تحتفلوا بعيد ميلادكم ما عليكم الا ترسلونا بخمس قسيمات من علب حليب رامي على العنوان التالي: صندوق بريد 42000 سطوالي العاصمه 16062 الرمز البريدي. اليوم معنا بن عمر ابراهيم 9 سنوات من مدينه بوزريعه واصله من القراره ولايه غردايه. تعال تعال ابراهيم وليدي، تعال تعال. اذا ابراهيم احنا راح نغنوا لابراهيم عيد ميلادك احلى عيد، وانتوما اصدقائنا تروحوا تجيبوا لنا الكاتو تاعو واحنا نغنوا له. التحقوا بيا، يلا يلا. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي دنيا تسالى وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعو له واصحابه يباركوا له، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. إذا إبراهيم عمو يزيد يشعل لك الشمعة، وانتم يا أحبائي ما لازمش تلعبوا بالنار ولا تشعلوا الشمع، الكبار هما اللي يشعلوا لكم الشمع يا أخي أحبائي. إذا ديروا معايا العد التنازلي لإبراهيم: 9 8 7 6 5 4 3 2 1. طفي 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 طفي، برافو. أعطيني الشهادة تاعو. برافو برافو برافو. اذا بن عمر ابراهيم عمو يزيد يعطيك هذه الشهاده، هذه شهاده انجاح تصوير حصه مع عمو يزيد. وانتم يا اطفال كل واحد فيكم راح ياخذ شهاده كما هذه يحتفظ بها كذكرى لتصويره حصه مع عمو يزيد. العفو وليدي العفو، اعطيه الهديه تاعه. شكرا شكرا. اذا كما وعدناك وليدي رامي راعي برنامج مع عمو يزيد يعطيك هذه الهديه تاع عيد ميلادك، ان شاء الله تستفاد بها وليدي. وانا ما بقى لي الا نقول لكم بقاو على خير، استنونا في الاسبوع المقبل نفس القناه نفس التوقيت. نحبكم يا اطفال، سلام. لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.
جينا حضرنا ليميسيون تاع عمو يزيد، ما شاء الله ايميسيون شابه ونتمنوا لها النجاح. صح عمو يزيد. عمو يزيد الله يعطيك ما تمنى ان شاء الله. قالوا هلموا الينا نضموا مع عمو يزيد.